بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 83 بعد 183، ونحن نتحدث عن آيات في سورة الحج. وقد ذكرنا أننا لن ننال الخير حتى ننفق، ولن نذوق حلاوة الإيمان حتى نبذل من أنفسنا. وقد ذكرت لكم في قوله تعالى في الآية 37 في سورة الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ربنا مش هياكل الذبيحة اللي انتوا ذبحتوها دي، لا الهدي ولا الذبيحة ولا النذر ولا العقيقة ولا الوليمة ولا ها، ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. بشر المحسنين، خلي بالك من بشر المحسنين دي. أقول لكم والله هناك حلاوة إيمان ومتعة، متعة أعلى متعة في الدنيا، وأعلى متعة في الدنيا دي تزقها بعد فعل الخير. وسأضرب لكم أمثلة. لنا أخ فاضل كان في وقيعة بين عائلتين واقفين على قتل بعض، وكانوا قرايب ولازم يسيبوا البلد ولازم كذا وكذا، واقفين لبعض بالسلاح. قرر هذا الأخ أنه هو يصلح بينه ويتحمل الشتائم بنية أن ربنا يصلح بينه، وراح وقعد معهم يمكن من الساعة 12 ل2 بالليل يحاول يذكرهم بالله، ويقف ويزعق ويشتموه وكذا وكذا حتى ألان الله القلوب، وفي الآخر اتصالحوا وسجدوا لله شكر. رجع شاف في منامه رؤية جميلة جدا أنه دخل الجنة وصعد إلى الدرجات العلى وشرب من أنهارها وصحي جميل جدا. هو بيحكي الرؤية بيقول لي ده أنا شفت أن أنا دخلت الجنة وشربت من أنهارها الجميلة وعملت حاجة جميلة. قلت له لا استنى، أنت عملت عمل خير قوي قوي قوي. قال لي أيوة، أصلحت بين جماعتين، أصلحت بين عائلتين كان هيقتلوا بعض. قلت له وأذاقك الله حلاوة الإيمان؟ قال نعم. قمت من النوم فرحان هطير من الفرحة، تخيل أن في واحد دخل الجنة وشرب من أنهارها. وقد حكى لنا بعض الإخوة أنه وجد يعني مريضا فحمله وأوصله إلى بلدته، ورجع وهو راجع وجد في قلبه فرحة شديدة جدا جدا، حلاوة لم يذقها في الصلاة ولم يذقها في الصيام ولم يذقها في الحج، إنما ذاقها مع فعل الخير. وواحد تاني حكى لنا عن حلاوة الإيمان ذاقها مع الأخوة في الله. كان له أخ في الله، وبعدين بيقول التقينا في المسجد، تحاببنا، التقينا في سفر في حج في عمرة، وبعدين اتقابلنا تاني وخدنا بعض بالأحضان. يا على الحب في الله، يا على الحب في الله. يعني يقول لك سر ميل وزور عليل، وسر ميلين واصلح بين اثنين، وسر ثلاثة وزور أخا في الله لو بتحب ربنا. وحكى لنا بعض الإخوة الأحبة عن أنه كان له أخ في الله تعرف عليه في مسجد وعزمه في داره، وعندما أراد أن يوصله إلى محطة القطار عشان يروح محافظته البعيدة ها يعني احتضنه وبكى من أجله. لا هو أخوه ولا شقيق ولا ابن عمه ولا جوز أخته ولا يقرب له، إنما أحبه في الله. تفتكر اللي بيحبوا ربنا أو بيحبوا بعض في الله مش عاوزين أي مصلحة؟ دول أخبرهم إيه في الجنة؟ تعرفين بقى أنه سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله، واثنان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. شفت اتنين بيحبوا بعض في الله؟ شفت اتنين بيحبوا بعض من المسجد والمساجد؟ أنا مرة جت زوجة تشتكي، زوجها بتشتكي جوزها، عارف ليه؟ بتقول إن هو بيرجع من الشغل يقعد في الشغل يقعد في الجامع من المغرب للعشاء. بتشتكي بتقول إن هو بيقعد في درس من المغرب للعشاء في الجامع وسايب الأسرة، مع إنه لو رجع الساعة 12 بالليل وبيشتغل شغلانتين كانت هتفرح جدا، لكن هي زعلانة عشان قاعد في الجامع. فعشان كده ربنا بيقول وبشر المحسنين. المحسن مش بيطلع الخير اللي عنده بس وزياده، مش بيطلع زكاه ماله بس وزياده، للذين احسنوا الحسنى وزياده. وبشر المحسنين ان الله يدافع عن الذين امنوا. طيب هل ربنا تبارك وتعالى بيدافع عن المؤمنين؟ ساعات المؤمن اللي بيعز دين الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقيد له من يدافع عنه. ازاي الكلام ده؟ اقول لك انا. تروح مثلا إدارة المرور عشان تعمل رخصة يا حبايبك في المرور، ربنا سخر لك حد كده أنت ما خدمتوش إنما يخدمك لله. تروح مثلا إدارة الجوازات أو السفر تلاقي حد من حبايبك. تروح مثلا الجمارك، تروح أي حتة سفارات وزارات، تروح أي مكان على وجه الأرض تجد إن ربنا يسخر لك من يدافع عنك ومن يحبك. وفي كل زمان ومكان لن يتفق الناس على إنسان. في ناس يقولوا عليه ده مؤمن وكويس، في ناس يقولوا ده منافق. لن تتفق البشرية على إنسان ولو كان النبي محمد. يعني المنافقون وصفوا رسول الله بأوصاف مش كويسة،
وشتموه وهجوه وقالوا عليه وأذوه، وربنا قال لنا ولا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فعشان كده ربنا بيقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا. تفتكر ربنا بيدافع عنك؟ يعني شفت كده ناس بتغتابك في من وراك، بيتكلموا عليك كلام وحش، وبعدين ربنا سخر لك حد كده يرد عنك؟ يعني إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لو بتحب ربنا صحيح، لو بتحب ربنا صحيح، ربنا بيبعت لك اللي يدافع عنك؟ تفتكر كده في موقف من المواقف أنت مع ربنا مخلص، وبعدين حد جاب سيرتك بالباطل واتكلم عليك كلام مش كويس، وربنا بعت لك حد يدافع عنك؟ ما دي آيات ربنا والله صادق. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. ما بيحبش ربنا الخيانة. ساعات تجد ناس مجتمعين كده عمالين يقطعوا في لحم واحد، ده بيعمل وبيعمل وبيسرق وبيعمل، ويجي واحد كده يا جماعه حرام عليكم، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ يعني مره كنا قاعدين اساتذه الجامعه، وعاملين يتكلم على دكتور ده بيشرب مخدرات، ده بيعمل، اصل صوته مغلق شويه. جه دكتور تاني اقسم قال والله العظيم لا يشرب مخدرات ولا خمور ولا حاجه. طب ده صوته مغلق. قال يا جماعه دي خلقه ربنا، هو عنده مشكله في الحنجره. تتخيل الناس بتحلف ان هو بيشرب مخدرات وبيشرب خمره وهي خلقته كده، هو صوته كده ما بيشربش حاجه، وربنا يقيد واحد ويدافع عنه؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الحج أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين يقاتلون، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. في زماننا ده ونحن في 2017 في ناس أخرجوا من ديارهم بغير حق. يعني أنا أعرف سنة 2017 ميلادية 5 دول، يعني اليمن، العراق، سوريا، يعني ليبيا، القدس. أعرف ناس كتير بتخرج من بيوتها كل يوم من غير ذنب. ملايين المهجرين، ملايين، عاملين أزمة في أوروبا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، بتقتلهم الله على نصر قدير. الذين يخرج ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ويصبح العام قال لا إله إلا. تحد القوة كلها على أنها تنسي الناس لا إله إلا الله. تنسيهم إزاي؟ بتنسيهم اللغة العربية من صغرهم، ندخلهم مدارس لغات وننسيهم اللغة، ونسيهم القرآن، ونفضل نعلمهم لغات أجنبية، ويطلع الطفل لا هو عارف يقرأ قرآنه ولا عارف يقرأ لغته العربية ولا عارف أي حاجة من أي نوع، لا هو أدرك اللغة الأخرى ولا هو أدرك اللغة العربية. حتى لو أدرك يبقى نهتم باللغة الإنجليزية. زي إيه؟ جماعة في مدارس اللغات يهتمون باللغات الأخرى غير العربية، ويقنعوا الطلبة في الثانوي إن اللغة العربية دي هتعمل بها إيه؟ أنت لو دخلت أي كلية من كليات هندسة وأي نوع من أنواع دراسة الطب، مفيش في الطب ولا الهندسة لغة عربية، هتتعب نفسك مع اللغة العربية ليه؟ بلاها اللغة العربية. تخيل إحنا بنكره أولادنا في اللغة العربية من KG1 وKG2، من رياض الأطفال. أولادنا يكرهون اللغة العربية من رياض الأطفال، ويكرهون اللغة العربية في الجامعة. يبقى ده يتخرج يتحدث في العربية إزاي؟ عدو اللغة العربية. عندنا دول ما بتعرفش تتكلم عربي خالص وهي دول عربية. عندنا دول عربية لا تتحدث العربية، ما بيعرفوش يتكلموا عربي. وعندنا دول إسلامية، مش عايز أقول لك أكتر من 60 دولة إسلامية، نصهم لا يعرفون اللغة العربية أصلا وهي لغة القرآن. ما هو مسلم ليه؟ مسلم وخلاص. عشان كده أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم قدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ويصبح العدو الوحيد في العالم دلوقتي هو الإسلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.